يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أول حلقة لينا بعد عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة دايما يا رب بإذن الله، ويا رب تكون أو كانت أيام عيد سعيدة على الجميع يا رب، الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. النهاردة حلقة مهمة جدا من الترند، عندنا كلام كتير في بعض المواضيع وتفاصيل الهامة جدا سواء اللي بتتعلق بالنادي الأهلي، وده أهم شيء بالنسبة لنا، وأيضا من ضمن الأمور المهمة قوي قوي نتائج المصريين في أولمبياد طوكيو، هيبقى عندنا متابعة مكثفة كمان للجزئية دي تحديدا. لحد دلوقتي النتائج طبعا مش جيدة جدا، لكن إن شاء الله نتمنى على مدار الأيام اللي جاية يكون عندنا أرقام ونحاول نحن نفوز بميداليات هناك في أولمبياد طوكيو. عندنا ثقة كبيرة في الناس اللي موجودة، أبطال كلهم إن شاء الله يقدروا يعملوا حاجة ويرفعوا اسم مصر عاليا بإذن الله تعالى. تفاصيل كتير جدا على مدار الحلقة، لكن طبعا الأهم تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بمباراة الغد أمام الإنتاج الحربي، مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، وهنتكلم وهنقول حاجات كتير قوي بخصوص المباراة اللي فاتت وبخصوص كمان مباراة بكرة. لكن الأهم بالنسبة لي، قولوا لي توقعاتكم إيه لتشكيل الأهلي بكرة؟ هل تتوقع أن يكون في تعديل على تشكيل الأهلي عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة؟ ممكن موسيماني يعمل بعض التعديلات؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، وهناخد طبعا تواصلكم معنا من خلال الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف. في ترند الأهلي أهم عنوان، الدوري يا أهلي. وكمان الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للإنتاج الحربي. أما في الترند الأولمبي، منتخب اليد يفوز على البرتغال والقدم يلتقي الأرجنتين. تفاصيل كتير وأمور مهمة جدا جدا هنتكلم فيها بالتحديد عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام البنك، ومباراة الغد كمان أمام الإنتاج الحربي، وهي مباراة غاية في الأهمية في وضع إحنا حطينا نفسنا فيه، لكن زي ما حطينا نفسنا في الوضع ده هنقدر نخرج نفسنا منه وناخد البطولة بإذن الله، لأن الأفضلية كلها لينا لحد دلوقتي، فمفيش وقت للثقة الزيادة ومفيش وقت عدم الجدية. مهم قوي ان احنا الفترة الجاية عندنا 10 ماتشات ب 30 نقطة، ال 30 نقطة عايزينهم في جيبنا بإذن الله تعالى. هنتكلم بتفاصيل اكتر بس بعد الفاصل، يلا بينا.